وانت فهم خون بر انثي غورين يغن التعليم زين خون بريم قرانا مزيد عانا نيم حضارن تمحضارين دانيتين قيل الجامعة نزنايا نودي ونثني ذني وظن الطلب زين ببان باش يسجن الثانويات داك المنطقة. صراحة دار طالبات تشيج الفرصة باش تكمل في غرينو في حين أن الفرصة هي بزاف نتاع باتين وتوفينشا، لذلك عاد غار مع ذلك عاد غانا مشاكل ذي التعليم غانا هضم مدرسي والظروف ما كتسمحش جان بحال غاري السما وكمل نشاتي غري كان ممكن انهم يقتحموا راني تنتي المستوى الاعدادي الثانوي، لكن اكتفنت المستوى الابتدائي نظرا للتحفظات اللي كانوا كذلك وجوجي نشد على الطالبه هي الفرصه هي غانا شنو جوغاس تيشا تغبي كجن دوار قنص ملال يبي بكوش بزاف خ منطقين نجرب خ دي جدار طريبة ونشنت عنا بزاف بحال يعني أبريد مدارس وجنتشا بحال خيرية هود سود جيشا كطلب طلب خزي الأباء النقعة باش تجيني يعني ثابتين بحال هنا غاتني النظرية بأن ثابتين ومسموح لهاش باش تفغى بارا تكمل في غرينس حيت جي جان مستوى غاطو ثابتين قايم كدي جي يعني ابتدائي إعدادي بقا شنت ولا بزاف ثابتين يعني تجينا المستوى الجامعي يعني الثانوية وطلب غزي سن بأن تكسن نظرية يعني بأن ثابت وتمر شطغة وأجن يعني ثابت تكمل المسيرة نسن في الثغاي لدات انت حضريين ذي حضريين نيري محضران تم حضارين تكديز المار تم قرانين باش هذا حاربا الهدر المدرسي وخان تفتقينس وتكسي شي اشتوني محضران إغاز دي تاسم نتوارس بقاسها نسيودي حتى 111 الاعتبارات بزاف لانه ججلت الطلبات بزاف ما ممكنش ان نرفض الطلبات وبالتالي نسوي تحت 111 انسيو الموارد دار طالبه بالنسبه للموارد تقيمه التعاون الوطني يعني حتى انت كشارك ديال الموارد جل الجماعات المحليه جل الاشتراكات للمستفيدات للمستفيدين جاء الجهه ولكن كيتغيم ربده معنا يعني بالنسبه للموارد موارد يعني ما كتلبيش يعني الطموحات المستفيده للمستفيدين دار الطالب انت في محضر تشدكان زي غاسن مدرسه بجوج خاسن وانت في مضبارا تقن لزمار تم قرانين ستنسيق اق الجامعه المندوبين التعليم باش تصاصن اجل مشروع المدرسه جماعتيه تعتبر يعني الجامعه ديال كزنايا بين الجامعات يعني 38 تابعه لاقليم تازا الجامعه عند كزنايا زي من الولايتين الجامعات اللي تفاضل اقليم تازا ليس ابريدن وعارن ذي دولا ذين تيزمار قيل برنامج الاستعجالي انتغورين التعليم الجماعات امشناو كزنايا امشناو الجمعيات اجتاف دايس الطاس ام خنبار كيثغورين ونشنين المندوبين التعليم تاع دينيث الجماعيه نخص انحارب الهضر المدرسي ونشوش مارا ام حضان اضغان الاساتذه الصغار من اهمها بناء مدرسه جماعتيه